السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكون جميع الامور ديالكم بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. في هذا الفيديو هذا جيت نشارك معكم وصفات ديال توريد الخدود والفم، مكونات طبيعيه. وكما سبق لي قلت لكم انني في اي فيديو كنزلو ديال الوصفات، خصوصا ديال الوصفات الا وكيكونوا معتمدين عندي، يعني ديجا كنستعملهم انا. وكما كتعرفوا اي حاجه غادي نوضعها على الوجه الا خصها تكون شي حاجه مزيانه كنعرفوا ماهيش مصنوعه، فشاركت معكم هذه الوصفات طبيعية. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد لي تانت، يعجبكم بزاف وتجربوهم. وكنقول لكم شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم على الكلام الطيب ديالكم، وخليكم معايا في الفيديو فرجة ممتعة. مكونات اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفتين هادي، اول وصفة غادي نحتاجو فيها الشمندر اللي هي الباربا، تكون شي حبة يعني بقى طرية، هادي اول حاجة. تاني حاجة غادي نحتاجو في الوصفة الثانية ملون الغذاء، ها هو تقرب الكاميرا باش تشوفوه مزيان، وهذا ملون الطعام. ودابا غادي نشوفو، نبداو بالوصفة الاولى اللي الشمندر، ومن بعد غادي ندوزو الوصفة الثانية ديال ملون الطعام، فخليكم معايا. اول حاجة اللي غادي نقومو بها الخطوة الاولى، غادي نقيو الباربا ديالنا على الطريقة هادي، غادي نزولو القشيرة ديالها كامل تنحصلو على هاد الشكل هذا. ندوزو نشوفو شنو غادي نعملو المرحلة اللي موراها. من بعد ما غسلت الباربا ديالنا ها هي، دابا غادي نشبر واحد الحكاكة وغادي نحاول نحك هاد الباربا كاملة هنا على الطريقة هادي. غادي نبداو نخرجو شويه بشويه العصير ديال الباربا بهاد الطريقه هادي، كنضغطو هايدا كيخرج بهاد الشكل هذا كما كتشوفو. غادي نبقاو على الطريقه هادي حتى يخرج لنا الماء ديال الباربا كامل. الماء ديال الباربا كما كتشوفوا ها هو. بغيت نقول لكم هاد التفايه هادي اللي زولنا ما تسيبوهاش، تقدروا تيبسوها، والناس اللي كيعملوا صباغه طبيعيه للشعر يطحنوها مع الحنه باش كتلاق لهم داك الكولور ديالها مزيان. وبالنسبه للقشور حتى هما ما تسيبوهمش، نقدروا نستعملو حتى هما نشمشوهم ونطحنوهم يعطيونا بودره ديال الباربا، نقدروا نستعملوهم في شي ماسك، نقدروا نستعملوهم حتى في التلوين ديال الطعام يعطيونا لون الطعام، يعني هادو بجوج بهم ما كيتسيبوش. دابا ندوزو نشوفو المراحل اللي بقى تبعنا باش نكملو هاد الوصفه هادي. هنا غادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال دقيق الذره مايزينا مالسه كما كتشوفو، ماشي عامره بزاف، تكون مالسه مزيان. وغادي نعملوها في حمام مريم حتى يتجانسنا، نتاكدوا واش بقى لنا مايزينا هنايا مكوره ولا لا. صافي ما بقاتش مكوره، دابا غادي نعملوها في حمام مريم وغادي نبقاو نحركوها مزيان حتى يتجانسنا ونكملوا عليه. عملته في حمام مريم ها هو كيفاش رجع، شويه خاطر. دابا غادي نزيدو عليه اي نوع ديال الزيت اللي عندكم. انا دابا غادي نستعمل زيت ديال الجليسيرين حيت كيعجبني، هو ثقيل شي شويه كيعطي ترطيب عالي. تقدروا تستعملوا زيت ديال الكوكو، تقدروا تستعملوا زيت ديال اللوز الحلو، المهم اللي كان عندكم متوفر في الدار غادي تضيفوا على هذا الخليط هذا. ودابا هنا غادي نشبروا الزيت ديال الجليسيرين، وغادي نعمل معلقه عامره ديال الزيت غادي نضيف على هذا الخليط. كما كتشوفوا مواد، على الاقل الانسان كيعرف شنو كيعمل وجهه احسن من المكونات الكيماويه اللي ما كنعرفوش منين مصنوعه. دابا غادي نشبره وغادي نوضعه في واحد الاناء، غادي نعمل واحد صغيور مثلا شي وحده بغات تهزو معها في الصاك ولا شي حاجه، وغادي نعمل عاوتاني في الكبير. بسم الله
الاناء الاول. دابا غادي نضيفو هنايا، هادشي واش كيبان لكم اولا لا؟ كما كتشوفوا كيجي فيها خاطر، وهذه صغيره كتجي على هذا الشكل. هذا دابا غادي نجربها معكم، شوف على اللوين كيعطينا. طبعا نتوما كتحكموش يكون مغلوق ولا مفتوح، يعني على حسب اللي كيعجبو اوفر واللي كيعجبو سامبل. كيجي اللون ديالو على هذا الشكل هذا، اصلا اللون ديال البربه اللوين ديالها مزيون. تقدروا هذه الوصفه تستعملوها حتى الناس اللي كيعملوا القماش رجلهم في الدار، من بعد ما تسالي القماش تعملوا هذه الوصفه، هذه كتجي رائعه جدا. ها هو اللوين كما كتشوفوا كيجي فنيون. هنايا عملت الغوز بارد كما كتشوفوا، كيجي تقريبا طبيعي. اللي كيعجبو سامبل كيجي حاجه طبيعيه، في نفس الوقت كتكون العنايه. فاذا هذه هي الوصفه الاولى ديال توريط الخدود والفم، غادي نحتفظوا بها هنا. وغادي ندوزو دابا نشوفوا الوصفه الثانيه، وخليكم معايا. اللي قلت لكم غادي نستعملوا فيها ملون الطعام لون احمر، احمر كما كتشوفوا. ها هو كتشريو شحال ما بغيتو، 5 دراهم ولا شحال ما بغيتو. والماء مقطر، انا استعملت الماء ورد. الماء ورد تقدروا تستعملوا كاين الماء مقطر في الفارماسيا، المهم يكون الماء مقطر ماشي العادي. ومن بعد غادي نحتاجو شي بواطه ديال هذه ديال طلاء الاظافر، غسلوها مزيان بالماء ديال الطلا، ومن بعد عاد غسلوها عاوتاني تحصلوا عليها هيدا، باش كيعطينا لومبالاج ديالها تقريبا فحال ديال بينيفيت ستاند ديالها. كما كتعرفوا هي غاليه بزاف، وكاين دوزيام ديالها. ودابا حنا غادي نعملوها غير في الدار، فخليكم معايا نشوفوا الطريقه. المهم بالنسبه لي ما عرفتش ديك الطانت اللي كنت كنهضر عليه، دابا نخلي لكم الصوره ديالو هنايا غادي تشوفوه تعرفوا على من كنهضر. دابا غادي نجيو نبداو على بركه الله. بسم الله غايب شويه حيت كما كتعرفوا ملون راه كيصبغ كيخلي الدنيا حاله. بسم الله غادي نشوف شي موس يكون رقيق. اوي غادي نحاول ندخلو هنا، سمحوا لي على هذا الخطا، خاص غير بشويه هاد غير بشويه موضوع الكميه. زيدو شويه هاد التانت هذا كيدوم مده طويله، يعني الناس اللي كيبغيو تبقى لهم داك اللون مده طويله فيستعملوا هذا الثاني. واخر الانسان يستعملوا ملي يكون غادي ينعس ولا تعملوا دابو ساعه، المهم كيبقى الاختيار على حسب الرغبه كل واحد. كي بزاف اوفر كنظن هيدا بركة كما كتشوفو. أنا عمرتو، سمحوا لي غير مسحو شوية من الجنب باش ميتوسخ لي شي. ها هو كما كتشوفو لوين. دابا غادي نشدو وغادي نحاول نحركو مزيان، يهبط داك الملون اللي بقى في القاع يتجانس معهم بهذه الطريقة. وها هو دابا الملون ديالنا، عرفتي واش كيبان ولا لا؟ نحاول نعملو هيدا. ها هو التانت ديالنا في الدار، هذا كيما قلت لكم كيدوم مدة طويلة. دابا نصورو لكم مع الشمس باش يبان مزيان، غادي نجربوه دابا. بسم الله ها هو اللوين ديالو. انا كيعجبني شويه يكون ما كيبانش، يكون مايل شويه للطبيعي،
تقدروا نتوما تستعملوا تزيدوا في الملون، حيت انا عملت غير شويه، تزيدوا في الملون وتحصلوا على الدرجه اللي بغيتوا اللون. هاي بغيت نوريكم بانه ما كيتمسحش دغيا. ها هو واخا نبغي نمسحو كما كتشوفو كيبقى داك الغوز ديالو كاين، كيبقى واحد اللون طبيعي مزيون بزاف. هذا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يبقى لهم مده طويله يستعملوا الوصفه الثانيه. من موراها طبعا تقدروا تعملوا فازلين ترطبوا به الفم ديالكم. وهيدا ها هما مكونات ديال توريد الخدود والفم، مكونات طبيعيه جدا، وانتم غادي تختاروا اللي عجبكم. كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه بزاف. هنايا دابا غادي نعطيكم واحد القماش حتى هو تحتفظوا به وتبقاو ديوه معكم، يعني تهزوه في الصاك ولا في اي مطعم وتستعملوه ملي تحسوا بالشفايف ديالكم بداو كيتشقوا. اول حاجه غادي نحتاجوا معلقه صغيره ديال سكر سنيده، طبعا الكميه اولا نزيد يعني جوج معالق، طبعا الكميه كل واحد كيتحكم في الكميه على حسب الرغبه والمده اللي بغى يبقى له بها هذا القماج. هذا غادي نضيف هنا عليه معلقه صغيره ديال زيت الزيتون على الشكل هذا، وغادي نضيف عليه واحد قبيصه صغيره ديال الملون. ها هو القماج ديالنا من بعد ما كنحركوه مزيان كيفاش كيجي. ودابا غادي نعملو حتى هو في واحد بواطه صغيره وغادي نحتفظو به. كل ما حسينا بالشفاه ديالنا بداو كيتشققوا كتجبدوا كتعمل به القماش كيطول، يعني كيبقى واحد المده طويله ما كيخسرش. انا هنايا بديت كنعمر البواطه ديالي بالمقشر ديال الشفاه. هنا غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنستعملوه. كنشبروا القماش ديالنا كنوضعوا على الشفاه ديالنا هيدا وكنبقاو ندورو بحركه دائريه على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل هذا. هايدا انا زدت فيه شويه د الملون باش واخا نغسلو غادي يخليو واحد اللون مزيون. كنبقاو ندورو على هذا الشكل هذا. دابا نخلي لكم في نهايه ديال الفيديو كيفاش كيجي اللون ديال هاد الطانت اللي عملت معكم اليوم بالباربو حتى بالملون الغذائي. من بعد كنغسلو الشفاه ديالنا وهيدا كيكون صافي عملنا لا قماج وزالو الخلايا الميته. ودابا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. الوصفه ديال توريد الخدود والشفاه كما كتشوفوا كيجي اللون ديالهم رائع. خليتكم الصوره هنايا باش تشوفوها مزيان، كيجي طبيعي وفي نفس الوقت كما قلت لكم مكونات طبيعيه. كنقول لكم شكرا بزاف كما العاده، ونتلاقاو فيديو جديد مع افكار جديده. وغادي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إذا كنت اول مره كتزور القناه ديالي وعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك اعجاب وكذلك سبسكرايب اشتراك وضغط على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. ومرحبا بكم معايا في قناه خوله ام قصي، نشارك تجارب وافكار ونصائح مع بعض. وشكرا لكم.